يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في إطلالة صباحية جديدة من برنامج صباح الخير لنهار الجمعة الموافق الرابع من آذار للعام 2022. فأسعدتم صباحا أينما كنتم بالمتابعة والمشاهدة عبر شاشتنا المحلية شاشة الفجر أو عبر الشاشة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة والموقع الإلكتروني الفجر tv.com. صباح جديد نطل عليكم به بفقرات وموضوعات جميلة إن شاء الله وهامة، سواء في الساحة الفلسطينية أو حتى في الساحة العالمية. فنتمنى لكم متابعة ورفقة مميزة إن شاء الله لهذه الجمعة المباركة ولهذه الإطلالة الصباحية. جمعة مباركة إن شاء الله ولمات عائلية بامتياز في هذا النهار وفي هذا الصباح إن شاء الله. الأولى فقراتنا وأولى موضوعاتنا لهذا النهار، نذهب وإياكم في الأخبار العالمية وعلى المستوى الدولي، وتحديدا في ظل ظروف الحرب في الروسية الأوكرانية، نتحدث حول نماذج فلسطينية مليئة بالقيم، مليئة بالإنسانية، بالعمل الخيري فعليا عندما نتحدث عن الفلسطينيين في بلاد الغربة. وبالتالي نتحدث عن دكتور إسلام دبابسة، والذي فتح أو حول المستشفى الخاص به إلى ملجأ ليحتضن كل شخص بحاجة إلى المساعدة من فلسطينيين، من أردنيين، من عرب، بغض النظر عن الجنسية، ينضم إيانا في هذه الأثناء عبر الفيديو كول دكتور إسلام دبابسة الفلسطيني وأيضا المختص في الخلايا الجذعية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم. يعني دكتور، نتمنى لكم السلامة والصحة والعافية. ما قبل الحديث عن يعني تحويل حضرتك للمستشفى الخاص بك إلى ملجأ ليحتضن كل شخص بحاجة في هذه الأوقات الصعبة، نتحدث عن آخر التطورات والمستجدات لديكم. تبقى عندنا الآن إحنا 8 أشخاص موجودين في الملجأ، الآن نعمل الترتيبات بإذن الله على إخراج آخر مجموعة إلى الحدود مع رومانيا والانطلاق إن شاء الله بعد ذلك كل إلى بلده. كان أسبوع أو 9 أيام كان جدا صعبات، وكانت الأحوال بفضل الله تمكنا من السيطرة. من أراد الخروج من مدينة كييف تمكنا من إخراجه. نتحدث الآن عن ما يعادل 93 و 98 شخص تمكنا من إخراجهم بأمان إلى الحدود مختلفة، منها إلى رومانيا، سلوفاكيا، النرويج، رومانيا، سلوفاكيا، بولا، منهم من وصل النرويج. لكن الأمور الحمد لله لا توجد إصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية. عملت الجالية الفلسطينية والجالية العربية ككل والجالية المسلمة على الأراضي الأوكرانية كخلية واحدة متوحدة. تمكن جميع من إجلاء عدد كبير من الطلبة ومن المقيمين داخل أوكرانيا ومن حملة الجنسيات الأوكرانية. نواجه هناك بعض الصعوبات بعض الحين والآخر، لكن نحمد الله أنه لا يوجد أي إصابات. الحمد لله، إن شاء الله دائما يعني السلامة والصحة والعافية لكم جميعا. دكتور إسلام، يعني مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كيف كانت الأوضاع، يعني ما بين توتر، ما بين قلق، ما بين خوف، وكيف تم يعني فعليا لم شمل الفلسطينيين أو العرب بمن هم بحاجة فعليا إلى هذا الاحتضان، والذي سجل كنموذج فلسطيني مشرف ما قمت به فعليا أنت وبالتأكيد مع مجموعة من المتعاونين في هذا الموضوع؟ أولا موضوع تحويل المستشفى إلى ملجأ هذا أمر إنساني طبيعي لكل إنسان يريد أن يتنفس الحرية وأن يكون إنسانا. هذا ليس بالأمر البعيد عن ابن فلسطين أو عن أي عربي أو أي مسلم أن يقوم بمثل هذه الأعمال. الكل قدم ما يستطيع، اللي قدم شقته، اللي قدم بيته، اللي قدم سيارته، اللي قدم. نحن نملك المستشفى، قدمناها إلى أبناء الجالية وأبناء الأم العربية إجمالا. كان عندنا سوريين، أردنيين، فلسطينيين، لكن الحمد لله العدد الأكبر كان من الفلسطينيين. والحمد لله معظمهم كانوا من الطلبة، وكان هناك ما يعادل 4 عائلات فلسطينية. بفضل الله هناك الآن عائلة موجودة في النرويج، عائلة موجودة في بولندا، وعائلتين موجودات في رومانيا.
نعم دكتور، يعني فعليا عن آلية التواصل، يعني منذ إقدامك على هذه الخطوة والكثير أيضا ممن قاموا بأعمال مشابهة لذلك، لكن كيف كانت عملية الإعلان لكل شخص محتاج أو آلية التواصل؟ هل أنتم من كنتم مثلا تذهبون لجلب كل شخص هو بحاجة، أم كان في هناك آلية تواصل معينة؟ وماذا عن الإجراءات الأخرى، يعني هل يتم تسجيل بيانات كل شخص؟ نعم تفضل دكتور. كان الموضوع بالشكل التالي: يوجد للمستشفى عندنا 4 سيارات خاصة، تمكنا من أول يوم القصف طلبنا من الإعلانات على المواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات التابعة للجالية الفلسطينية والجاليات العربية بأنه سوف نتنقل، نرجو من الجميع إرسال أماكن تواجدهم لجلبهم إلى المستشفى، وتمكنا من سياراتنا الخاصة جلب من أراد الذهاب إلى المستشفى. وفي خلال اليوم تمكنا برضو بمساعدة بعض الإخوة مثل الأخ فراس الوحدين برضو بمساعدتنا بجلب بعض العائلات إلينا. أصعب ما كان هو كان جلب عائلة فلسطينية من محيط السفارة الروسية، بالفعل هذا كان بمثابة الجهاد، حيث أن جميع السائقين رفضوا الذهاب إلى هذا. نعم دكتور. دكتور إسلام، على ما يبدو أن هناك انقطاع في الاتصال مع دكتور إسلام دبابسة. يعني بهذه الصورة وبهذا النموذج نحن نفتخر بصراحة بهذه الإنسانية وبهذه القيم التي تظهر في الأوقات الصعبة وفي الظروف الحالكة فعليا، ونتمنى دائما السلامة لكل فلسطينيين في مختلف دول العالم في كل الظروف اللي فعليا بمروا فيها، وتحديدا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. دكتور إسلام ما زلت معنا؟ عم تسمعنا؟ طيب احنا يعني كنا وإياكم بهذا اللقاء وبهذه التغطية من أوكرانيا من كييف تحديدا، وإن شاء الله دائما يكون في هناك نماذج نفخر بها ونسلط الضوء عليها حتى فعلا أن تكون هي ملبية لكل احتياجات فلسطيني آخر بحاجة إلى هذه المساندة وهذه المساعدة. ونود التنويه والإعلان بأن الدكتور إسلام ما زال فعليا هو يعني يفتح المستشفى الخاص به لاحتضان كل فلسطيني ما زال بحاجة إلى مساعدة. نعم بالعودة إليك دكتور إسلام. نعم، فكانت الصعوبات بالفعل هي إجلاء عالي من مكان السفارة الروسية السابق، حيث الآن لا توجد سفارة روسية على الأراضي الأوكرانية، تم إلغاء التمثيل الدبلوماسي، وضعت الحكومة الأوكرانية يدها على مبنى السفارة، لكن قبل ذلك كانت منطقة عسكرية مخيفة جدا، ينتشر فيها القناصة وينتشر فيها الجنود الأوكران، حيث كانت محاولة عملية إنزال على السفارة الروسية، وفي هذه الفترة تمكنا من إخراج عائلة فلسطينية من المحيط. نعم والحمد لله، وما زالت الأمور يعني مسيطرة عليها. ودكتور إسلام كنت قد نوهت قبل قليل بأنك ما زلت أيضا يعني تفتح المشفى لاحتضان أي فلسطيني بحاجة أو أي شخص بحاجة للاحتضان وبحاجة للمساعدة، صحيح؟ نعم صحيح، ليس فقط المبنى المستشفى، بل كان موجود عائلتين في بيت الخاص عددهم كبير، خليتهم في البيت إلي. كل الاحترام دكتور، يعني احنا شاكرين جدا لجهودك وشاكرين لكل شخص يعني يساعد ويساند ويقدم المساعدة في ظل هذه الظروف الصعبة، ونتمنى لكم السلامة والعافية دوما وأبدا. يعني حدثتنا من أوكرانيا كييف دكتور إسلام دبابسة الفلسطيني الموجود في كييف وأيضا المختص في الخلايا الجذعية. شكرا جزيلا ودمتم بسلام وعافية إن شاء الله، ونبقى على تواصل بالتأكيد. شكرا جزيلا.
نعم، كنا وإياكم بهذه التغطية وبهذه اللمحة، وننوه مرة أخرى لكل محتاج في هذه الأوقات بإمكانه التواصل مع دكتور إسلام دبابسة من خلال الموقع الفيسبوك، فعليا من خلال الرسائل الخاصة بالدكتور إسلام بإمكانه التواصل وطلب المساعدة بالتأكيد. احنا مكملين وإياكم والمزيد من الفقرات حاضرة وإيانا خلال إطلالتنا الصباحية، والحديث عن مبادرة قانونية فريدة من نوعها تتحدث عن زيادة الوعي والثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني، لكن بعد هذا الفاصل.